مساء الفل، انا عليا طلعت دي سيما عليا، والنهارده هتكلم عن المقارنه بين عمل ادبي والعمل السينمائي الخاص بيه. هي دي هتبقى سلسله فيديوهات. هبدا النهارده بقطه فوق صفيح ساخن، فوق سطح صفيح ساخن. دي مسرحيه لتينيسي ويليامز، انا جايباها اصدار الروائع المسرح العالمي من الهيئه العامه لقصور الثقافه، كانت ب7.50 جنيه. وهتكلم عن الفيلم المقتبس عنها. مسرحية قطة فوق سطح صفيح ساخن مسرحية مهمة جدا للكاتب تينيسي ويليام، هو من أهم الكتاب الأمريكيين في مجال المسرح بالذات في فترة الخمسينيات والأربعينيات والستينيات. المسرحية دي خد عنها جايزة بوليتزر، وكانت من أهم مسرحياته في المرحلة دي، واتمثلت على المسرح وبعدين تحولت لفيلم سينمائي. الفيلم كان بعنوان كات اون ا هوت تن روف، من اخراج ريتشارد براك، بطولة اليزابيث تايلور وبول نيومان. من الطبيعي في اي عمل ادبي ان هو لما يتحول لعمل سينمائي بيحصل مجموعة من التغيرات، طبعا باختلاف الوسيط نفسه، وكمان علشان خاطر العمل السينمائي ممكن يكون صاحبه ليه رؤية مختلفة في العمل الادبي. احنا هنا بنتكلم عن مسرحية كانت معمولة للمسرح مخصوص. في كمان فيها حاجة مختلفة، ان تينيسي ويليامز كان على علاقة بالمخرج إليا كازان، كان مخرج مسرحي ومخرج سينمائي مهم جدا، هتكلم عنه بعدين. المهم المسرحية دي لما ادهاله قال له المسرحية ممتازة كالمعتاد، لكن في مشكلة في الفصل الثالث، حس ان هو مش حابب بما فيه الكفاية، وبالتالي هو قام بكتابة فصل ثالث من رؤية إليا كازان. وفي نسخة المسرحية هنلاقي فصلين، الفصل الثالث مرتين، مرة برؤية تينيسي ويليام ومرة برؤية إليا كازان. طبعا الفيلم لما تم إخراجه للسينما ما كانش ينفع يتقدم بنهايتين، فهو اختار نهاية إليا كازان. اول حاجة هنلاحظها في المسرحية انها ملتزمة بالثلاث قواعد بتوع ارسطو في كتاب فن الشعر، اللي هما وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الموضوع. احنا عندنا الاحداث كلها بتدور في وقت محدود جدا، هو يوم واحد، وبتدور في مكان واحد بس اللي هو بيت العائلة، وبتدور كمان حول موضوع واحد، وهو ان الاب المريض هو ما يعرفش ان هو مريض لسه، لكن ولاده عارفين انه مريض، وبتصارع ابنه الكبير على ثروته، في حين ان ابنه الاصغر عنده مشكلة مع زوجته الكبيرة جدا. طيب ده حصل له ايه لما جينا نتفرج على الفيلم؟ طبعا احنا هنا بنتكلم عن وسيط مختلف بين المسرح وبين السينما، عندنا حرية كبيرة جدا في تقديم الحركة والزمن، لكن الفيلم التزم الى حد كبير بالثلاث قواعد بتوع المسرحية، بمعنى ان اغلب الاحداث هنلاقيها جوه البيت ما عدا مشهد واحد بس هنلاقيه بره البيت، هو مشهد في البداية قدوم الاب من المطار. الحاجة التانية ان اغلب الاحداث فعلا كانت بتدور في يوم واحد وفي زمن متقارب جدا، والموضوع هو بين المسرحية وبين الفيلم. طيب المشهد اللي طلع بره دوت هل كان ليه لازمة؟ انا بصراحة شايفة انه ملوش لازمة، بالعكس انا شايفة ان هو لو الفيلم كان فضل جوه البيت بكامل وقته زي ما حصل في المسرحية، ده كان هيبقى افضل لتكثيف احداث الفيلم، وان المشهد كان ديستراكتد وملوش لازمة. واحدة من الأسئلة اللي بتتكرر كتير جدا عند تعاملنا مع أي عمل أدبي بيتم نقله إلى شاشة السينما أو التلفزيون، هل كان العمل السينمائي أو التلفزيوني أمين للنص ولا لأ؟ طبعا ده سؤال أنا برفضه تماما شكلا أو موضوعا، لأن مفيش حاجة اسمها أمين للنص، ده عمل وده عمل مقتبس حتى منه، مش مفيش أي عقد بيقول إن هو لازم يكون أمين بالنص، لكن إحنا هنا بنتكلم عن فيلم معين ومسرحية معينة، هقول إن الفيلم كان ملتزم تماما بالمسرحية ما عدا أجزاء معينة، والأجزاء المعينة دي لاختلاف الوسيط بين الاتنين. بمعنى الأعمال الأدبية خاصة في الفترة دي كان عندها نوع من أنواع الحرية في الرقابة في التصريح بحاجات ما كانش مصرح بيها في التعامل مع السينما أو التلفزيون، طبعا التلفزيون كان الرقابة عليه أشد. فهنا هنلاقي ان جوه المسرحية في نقاط معينة خاصة بشخصية البطل بريك مش مصرح بيها في الفيلم ما فيه كفاية، كان في تلميحات بس ليها عشان خاطر الوسيط السينمائي غير مسموح ليه بالتصريح بيها، او حتى صناع العمل كانش عندهم الجرأة ان هم يعبروا عنها بصورة كبيرة. النقطة دي وهي ان شخصية بريك الشخص العازف عن زوجته الجميلة جدا اللي بيرفض الحياة وبيرفض التعامل مع اهله وبياخد من الخمر، احنا هنا عندنا في المسرحية في اشارة واضحة جدا واتهام لبريك بالمثلية الجنسية، على العكس في الفيلم هنلاقي الاشارة لدوت خفيفة جدا وما كانش فيها يعني سؤال واضح ليه. احنا هنا في المسرحية شفنا في
مناقشة كاملة بين بريك وبين والده، بيسأله بوضوح عن علاقته بصديقه اللي مات واللي بعد موته أدمن الخمر. في الفيلم لا، ده ما حصلش. في الفيلم كان فيه زي لمس بسيط جدا للنقطة دي. طبعا اللمس ده بيرجع زي ما قلت لأسباب رقابية أو رقابة ذاتية من أصحاب العمل اتجاه الموضوع اللي كان شائك جدا في الوقت ده. الاختلاف ده لو حتى شفناه إن هو طفيف جدا إلا إنه كان مهم جدا في المقارنة بين العملين. ليه؟ لأن القلق بتاع أصحاب صناع عمل الفيلم خلى إن الشخصية ما تبانش بذات الوضوح اللي موجود في المسرحية. إحنا هنا على الرغم إن شخصية بريك شخصية فعلا في المسرحية وفي الفيلم غامضة، إحنا مش قادرين ندخل جوه دماغها بشكل تام ولا نعرف هو بيفكر في إيه، إلا إن الشخصية في الفيلم حصل لها في النهاية نوع من أنواع التحول كان غير مبرر بالنسبة للأحداث اللي قبل كده. لكن في المسرحية بنهايتها كان النهاية كانت مبررة بالنسبة للشخصية اللي بنت خلال الأحداث. احنا هنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، لو البطل سواء مثلي او مش مثلي او بيتم القلق من النقطة دي او دي نقطة شك، فالشك دوت هو اساس بناء الفيلم واساس بناء المسرحية. فهنا احنا لو جينا نقارن بين العملين هنلاقي ان البناء بتاعه فيه نوع من الاختلاف، لان النقطة دي تم تجاهلها بشكل كبير في الفيلم. قبل ما اتكلم عن التمثيل في الفيلم هتكلم عن المسرحية شوية. المسرحية فعلا من الاعمال الرائعة جدا. انا مش من محبي المسرحيات بصراحة، يعني انا بحس ان انا بندمج اكثر مع الروايات، لكن تينيسي ويليامز هو فعلا ساحر، ساحر في كتابته الادبية لمسرحياته، ومسرحية تستحق فعلا الجائزة اللي خدتها. احنا بنشوف تفاصيل كبيرة جدا انا مشفتهاش في مسرحية بالشكل ده قبل كده. تفاصيل فيه، هو بيحط تفاصيل للي بيعمل الديكور، تفاصيل للي بيعمل الازياء، تفاصيل اماكن الشخصيات الموجوده جوه المسرح، بتسهل من عمل المخرج. يعني هو لو كان مخرج كان هيبقى عنده الفيجن الكامله للعمل اللي هيتقدم عن عمله الادبي ده. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، انا هسمح لنفسي اقول يا ترى إليا كازان كان عنده حق في النهايه اللي اختارها وقال ان هي اصلح للمسرحيه ولا لا. انا حاولت ان انا اقارن بين النهايتين ولقيت ان إليا كازان عنده حق في نقطة ان هو يختار تغيير النهاية، لان اللي حصل في الفصل التاني من قوة الاحداث ومن التصاعد الدرامي اللي حصل فيها كان لازم هيغير على يأثر في الشخصيات ليوصل للنهاية اللي هو اختارها لشخصياته، على عكس تينيسي ويليامز اللي كانت نهايته تعتبر مش متأثرة بشكل كافي باللي حصل للشخصيات في الفصل الاول والتاني. تينيسي ويليامز انا جايباله من الهيئة العامة لقصور الثقافة، كمان مسرحية تانية مهمة جدا ومشهورة جدا اللي هي عربي اسمها الرغبة، اتعملت برضو فيلم وكان المرة دي من اخراج إليا كازان، انا هتكلم عنها في فيديو قادم. بس اللي عايز اقوله ان هو كاتب مسرحي مهم جدا جدا، ما ينفعش سواء انت بتحب المسرح او ما بتحبوش وبتحب الادب او ما بتحبوش انك تغفل اعماله، لان هو كان ليه رؤية خاصة للمجتمع الامريكي وخاصة الجنوب الامريكي في الفترة ما بعد الحرب الاهلية والتغيرات اللي حصلت في المجتمع الامريكي في الفترة دي أثرت على المجتمع نفسه. نقل دلوقتي للكلام في تعليق أخير عن الفيلم. الفيلم زي ما قلت من بطولة إليزابيث تايلور وبول نيومان. فيلم الأداء التمثيلي فيه فظيع. طول الفيلم احنا بنشوف زي مباراة تمثيل بين إليزابيث تايلور اللي تفهمت شخصية مارجريت او ماجي بصورة ممتازة جدا، وهي فعلا تحس وانت بتقرأ المسرحية. انا شفت قريت المسرحية وبعدين شفت الفيلم، احنا هنا بحس من وانا بقرأ المسرحية ان انا شايفة إليزابيث تايلور، المسرحية دي مكتوبة عشان تمثلها إليزابيث تايلور، فكان اداها في الفيلم فظيع جدا. بول نيومان كمان كانت شخصيته مناسبة جدا للاداء بتاعه، قدر ان يقدم الغموض اللي في شخصية بريك والشخصية المكسورة المنهزمة اللي احنا حتى لو مش عارفين هي منهزمة ليه، بس هو واضح عليه الانهزام. وعلى الرغم من الاختلاف بين النصين ومن العمل السينمائي والعمل المسرحي، ولاني شفت ان المسرحية تعتبر بالنسبة لي افضل، الا ان الفيلم مهم جدا اي حد يتفرج عليه لانه واحد من افضل كلاسيكيات السينما الهوليودية. وبكده انا خلصت حلقة النهاردة. ياريت لو عجبتكم تقولوا لي في الكومنت انتوا رأيكم ايه في فكرة السلسلة القادمة اللي هي الاعمال السينمائية المقتبسة عن اعمال ادبية والمقارنة بين العملين. ولو عجبتكم الحلقة برضه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة.